السلام عليكم متابعي قناة معاني الأسماء، أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. معنا اليوم معنى اسم سناء وشخصيتها. اسم سناء من أكثر الأسماء المعروفة لدى العرب والتي يتسمى بها على مر العصور، ولكنها في الوقت الأخير قد قل استخدامها بصورة كبيرة نتيجة لاستخدام الأزواج المتزوجون حديثا بتسمية أطفالهم بهذه الأسماء المستحدثة والجميلة والتي يعرفون المعنى الخاص بها، على عكس الأسماء القديمة مثل اسم سناء التي لا نعرف عنها الكثير من المعلومات، خاصة أن معاني الأسماء لم تكن من الأمور التي تشغل تفكير أولياء الأمور، مما جعل العديد من الأسماء القديمة تندثر تدريجيا مع مرور الوقت ومع ظهور الأسماء الحديثة وفي ظل جهل الكثير منا بالمعنى الخاص بها. لهذا عندما تجد قناة معاني الأسماء اسما مميزا وجميلا ويصلح للتسمية به في الوقت الحالي حتى وإن كان قديما، فإننا نقوم بتقديمه إليكم لعلنا نكون سببا في إعادة استخدام هذا الاسم مرة جديدة، مثل اسم سناء الذي يحمل عددا من التفاصيل المميزة والتي سوف نوضحها في هذا الفيديو. معنى اسم سناء. اسم سناء من الأسماء العربية الأصل التي يوجد لها معنى في قواميس اللغة العربية، والتي عدنا لها للتعرف على أن الاسم هو مصدر سنة، والسنة هي الرفعة والشرف، وكل ذي شرف ونسب وأصل كريم وشريف، ويقال لغة في السنة أي البرق المتواجد في السماء، وهو أيضا الضياء الساطع، ويعرف ضوء القمر أيضا بالسناء، وسنى البرق أي أضاء. كما يوجد نوع من النباتات التي يعرف باسم السناء وهو من فصيلة القرنيات، وله العديد من الأنواع، منها أشجار كبيرة وشجيرات صغيرة أزهارها عنقودية الشكل وصفراء اللون، أما ثمارها مستطيلة أسطوانية الشكل. شخصية صاحب اسم سناء. اسم سناء أحد الشخصيات التي يحب أي شخص التعامل معها نظرا لشخصيتها المتميزة للغاية ومواقفها التي تشهد لها مع الجميع. لهذا سوف نقوم بذكر عدد من الصفات التي وجدناها مشتركة بين بعض السيدات التي عرفن باسم سناء. أولا، ذات شخصية قوية وتتحمل المسؤولية. ثانيا، لها العديد من المواقف القوية التي تجعلها لدى البعض أفضل من الرجال. ثالثا، كتومة للأسرار واجتماعية من الدرجة الأولى، لذلك نجد لها العديد من الأصدقاء. اسم سناء أحد الأسماء التي تحمل معاني جميلة للغاية والتي تتناسب بشكل كبير مع مجتمعنا العرب، ولكنها اختفت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة. فما رأيكم أن يكون إعادة استخدام الاسم من جديد من خلالكم؟ عزيزي المشاهد، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره. شكرا وإلى اللقاء.